مساكم فل لي ومساء السعادة عليكم. كثير من الإعلانات اللي أعلنتها حق مؤسسات تنظيف المكيفات، معظمها كان حق السبلت. في مؤسسة أعلنت لها مسبقا كثير اسمها طبع الفن. هذه المؤسسة مو فقط سبلت، عندهم سبلت، عندهم الويندو، عندهم مكيفات الكونسيلد بالإضافة إلى المكيفات المركزية. فاللي تشاهدني الآن يوما ما أكيد عندك نوع من الأنواع اللي ذكرتها، وبالإضافة أيضا حتى الكاسيت. هذه المكيفات علشان تحافظ عليها لازم تنظفها باستمرار. هذا أيضا من ضمن نشاط طبع الفن، إذا كان عندك كاسيت هم ينظفوه. بعض الشركات أو المؤسسات فقط تنظف لك الوحدة الداخلية، ولكن طبع الفن لا، ينظفوا لك الوحدة الداخلية بالإضافة إلى الوحدة الخارجية، سواء كانت حق السبلت أو حق مكيفات الكونسيلت. حاليا عاملين عرض، أنا أقول فرصة أن أنت تحافظ على المكيفات حقك. تخيل معي المكيفات السبلت 4 مكيفات فأكثر 50 ريال فقط غسيل المكيف، يشمل الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية ويسلكوا لك المجرى حق الماي. كل هذا يا جماعة ب50 ريال فقط للمكيف الواحد، لما يكون 4 مكيفات فأكثر. باقي المكيفات أسعارهم جدا جدا مناسبة. تقدر الآن ترفع الشاشة، راح يدخلك على نفس الواتساب أو عندك بعد سناب، هذه راح أحط لكم بوست فيه كل التفاصيل.